بلشت الثانوية تصير معي كتير صعبة من السنة الثانية، ما بعرف إذا أنا متصالحة مع الموضوع أو غير متصالحة. هلا أميغوس، أنا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. زي ما قريتوا اليوم راح أشارك معكم الإكسبيرينس تبعي المتواضعة أو الغير متواضعة. هالفيديو هذا عم صوره طلبا من بعض البنات اللي طلبوا مني إنه أنا بحكي قصتي مع الثانوية أو تجربتي مع الثانوية. صراحة تجربتي في الثانوية كانت صعبة جدا جدا. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني لا تنسوا إنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر السبسكرايب أسفل هذا الفيديو، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك إنه الحكي اللي راح أحكيه كتير قوي وكتير مهم لكل البنات. ويا زي ما عودتكم دايما الكوفي هون جاهزة، نشحن حالنا بالطاقة والإيجابية، فأنتوا كمان حضروا قهوة من هلأ عشان رح نحكي كتير. أوكي، رح أحكي أول شي عن الحب. الحب وما أدراك ما الحب. سو أول شي تعلمته من تجربتي في الثانوية إنه الحب في هي الفترة غير حقيقي، ممكن تعجبي بحدا، ممكن بتحسي بمشاعر تجاه حدا، لكن هالشي أبدا منه حقيقي. يكون حب طائش، حب غير واعي، وحب ما يدوم. وأكيد أكيد أنا ضد أي علاقة، ضد أي علاقة ممكن تصير في الثانوية، إنك لسه كتير صغيرة على هالشي، فهالشي ممكن كتير يبعدك عن أحلامك وطموحاتك ويحيدك عنها. فإذا أنتي بنت طموحة وبدك توصلي لشي في حياتك، فخذي هيك معلومة إنه الحب غير حقيقي في الثانوية. وبعرف إنه كتير بنات متأثرين بالمسلسلات التركية، إحنا كنا أصلاً كلنا متأثرين بالمسلسلات التركية وبدنا هيك نعيش قصة الحب الافتراضية الغير موجودة، وبنحب نعيش هديك الدراما والفراق والبكاء وحبيبي يوم جوازك ما قدرتش أروح وما بعرفش إيش من كل هاي اللخبطة والشخبطة. بس تقلك إنه من الآخر من الآخر من الآخر وراح تيجيك يوم وتوقفي على كلامي إذا أنت عم تعيشي هلا قصة حب. لا ترى الشمس. السنوات الثانوي كانت معي كتير كتير حلوة، السنة الأولى خاصة فيها، وأنا كتير شطورة في كل المواد، كنت شاطرة تقريبا إلا بعدين صرت كتير غبية في بعض المواد. يعني بلشت الثانوية تصير معي كتير صعبة من السنة الثانية بسبب شي صار معي ما رح أقدر أحكي، ومني مستعدة حاليا إني أنا أحكي برغم إنه مرت علي كتير سنوات. ما بعرف إذا أنا متصالحة مع الموضوع أو غير متصالحة، ولكن إذا قررت إني أنا اليوم راح أحكي في هالموضوع راح يكون ضمن سلسلة المراهقات، وراح يكون آخر حلقة راح أسكر فيها سلسلة المراهقات، لأنها راح تكون أقوى حلقة. وبحس إنه أكثر شيء ممكن يدمر الإنسان هو عقله وطريقة تفكيره وطريقة تبنيه لبعض الأفكار. أنا كنت شخصية كتير معقدة. هلو بيبي، شايفين هاي اللي بتحكي ما بعرفش إيش ده كل حاجة فاضي. كنت شخصية كتير معقدة جدا. أول شيء no boyfriend، يعني boyfriend هاد like يجي واحد يحكي معي بقولي hello baby، كنت مش راح يقولي hello baby أنا ممتع يعني، فأنا حد يقولي هاي بقوله باي. كنت كتير هجومية أحيانا، لكن كنت كتير ذكية كتير شاطرة. لكن الشيء اللي بتذكره والشيء اللي كتير بحبه في حالي إنه عمري ما سعيت لإرضاء حدا، ما سعيت مثلا انه انا اكون شخصية غير شخصيتي بس عشان تعجب حدا. انا هيك عجبك ما عجبك طز، خذوا هي مني. اذا بدكم تحققوا شي في حياتكم طنش طنش، ما تهتم لفلان شو قال عنك وهي شو قالت عنك وهاد شو سوى وهاد شو قال فيك وهاد شو بده منك، ما خصك في حدا. ركز فقط في حياتك، حياتك ركز فيها وعيش هالفترة هي من حياتك، عيشها بكل تفاصيلها. انتوا في احلى فترة في حياتكم، والله العظيم والله العظيم لو بقدر ارجع هاي الفترة في حياتي لكنت رجعتها، لانه عن جد من اكثر فترة في حياتي كنت بريئة. اوكي، حقيقة كتير راح تصدمكم، بعرف بعرف بعرف. اللباس، كنت بلبس لباس كتير فضفاض، لانه حكيت لكم في بعض الفيديوهات من سلسله المراهقات راح يطلع لكم اشعار هون او هون، شوفوا. كنت دايما بحب البس فضفاض، بغطي من هون من هناك، ميك اب ما كنت بحط اصلا ميك اب، واصلا فكرت اهلي علقوني في الشجره. اخري مرتب شفايف من لابل وكحل بس، مستحيل اروح وقتها للمعهد بدون ما بسشور شعري، لازم يكون في برفيوم، لازم يكون لباسي حلو. كتير بحب الاكسسوارات في هذيك الفتره، لحد هلا بحب الاكسسوارات لمحاله، فكنت كتير بلبس اكسسوارات يعني بتزين بالشي المناسب لعمري، المنطلق يعني هيك الجمال وما بعرفش ايش.
وقتها بتذكر زاد وزني. انا عندي مشكله مع زياده الوزن يا بنات. في العطله الصيفيه وقتها كنت اولى ثانوي منتقله لثانيه ثانوي. احنا في تونس على فكره بندرس 4 سنوات مو زي الدول الباقي. المهم كنت في اولى ثانوي ومنتقله لسنه ثانيه ثانوي. فكنت كتير بحضر I used to be fat اللي هو برنامج هيك يجيبوا ناس كتير اسمان ويسوي لهم بروجرام ما بعرفش ايش وينحفوا. كنت بتفرج على قناة مسايا هيك بيجيبوا موديل. فكنت عم حفز حالي انه انا انحف. وقتها كنت عم بستنى اين تتخلص الدراسة في الصيف عشان ابلش دايت وما بعرفش ايش. احلي ما كانوا كتير بيسمحوا لي انه انا بروح لقاعة رياضة يعني. لان جاءت فترة واقنعتهم بشي. فما كان باستطاعتي انه انا اروح لقاعة رياضة. دايت يا بنات دايت دايت دايت. بقلب ورب بكل ضمير. كمان وقتها اجى رمضان فكنت بصوم في الصيف في رمضان وعم مسوي دايت. تحفت كتير تحفت كتير كتير. وصل وزني ل50. فتخيلوا كان حدا كتير لايك ممكن ما كنت اقدر اسمينا بس انه كان وزني زايد. فجأة رجعت هيك للعودة المدرسية كل الناس والصومة لك كيف قدرتي تنحفي كل هاي النحافة في 3 اشهر فقط وبدون الجيم. فكنت بتمرن في البيت. يعني متتخيلوا العزيمة اللي انا كنت فيها وقتها. بتمرن بتذكر نص ساعة الصبح ونص ساعة في الليل وبقفز وما بعرفش ايش كلها في البيت بتمرنات في البيت. ما كانش اصلا عنا وقتها انترنت في بيتنا. فكنت كله عم بتمرن تلقائيا. كنت تجربة كتير كتير ناجحة. كل ما بتذكرها بكون فخورة في حالي لانه بولا شي وصلت لهدفي. مو لهلا عندي كل شي ومش مركزة اصلا مع الموضوع. هاليلويا. أقرب صديقة لإلي في الثانوي كان صديقتي سماح اللي هي صديقة الطفولة لحد هلأ. أصدق كتير بحبها برغم أنه ما نحكي كتير بس أنا كتير بحبها. علاقتي مع الحب في الثانوية أنا كنت البنت كتير نظيفة. كنت لسه أنا ليش عم بحكي بصيغة الكلمة. كنت مستحيل أصاحب مستحيل مستحيل. بالعكس كنت حتى يعني برخم كتير على الشباب. كنت دايما لما اروح من بيتنا للمعهد نمشي دايما للارض. كنت كتير خجولة احيانا هيك لما بذكر اشياء بقول انا ليش ما سويت جرائم في المدرسة. والله كان نفسي اخذت انذار بس ما معنى انه انا بقول هيك يعني انتوا لازم تسووا هيك. لا انا بس بقول يعني ممكن بسوي بابا. عمري ما قال له الاستاذ اطلعي لبرا. لا ويتش اكشن. نادمة انه انا مسويتش اكشن الصراحة. علاقتي مع الاساتذة. الاساتذة كانوا بالنسبة لي دعم اهل. بتذكر كتير اساتذة بموت عليهم هلا. مدام بثينة مدام شادلية مدام نهاد. كتير 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 اساتذة الانجليزية بيجننوا وقتها. كلهم هيك سيدات وحلوة. كان في استاذ كنت بحبه درسني في الاولى الثانوي. بس بعدين درسني سنة تانية ما صرت كتير بحبه. عم يميز الطلاب يعني بيميز بنت على بنت. ما بعرف هل هو لانه معجب هل لانه بيملها اكتر. برغم انه يعني احنا وبنات تانيين كنا اشطر منها في الرياضيات بس كان كتير بيميزها علينا بطريقة كتير ملحوظة. كنا نتنرفز على هالشي. درسني استاذ كنت كتير بحبه كتير 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 بحبه. كنت بشوفه قدوة بشوفه شخص كتير ذكي. كنت بعشق مادة الفيزياء من وراء إلى أن ويا لا خيبة المسعى ويا لا خيبة إلى أن طلع متحرش سوى شي تحرش لبنت. هي الحياة هيك. في الثانوي كنت بعشق بتنفس شي اسمه رياضيات. اسمع ذلك رح طوله تجريبية. دايما بتسألوني انا اي بكالوريا. انا بكالوريا علوم تجريبية. اكثر مادة كنت بكرهها حسب رأيكم شو؟ مادة التربية المدنية ومادة الاسلامية. بحب اصلا اذكر معاناتي مع مادة التربية الاسلامية. بتعرفوا لو شيء انا ندمانة عليه انه انا كنت كتير عاقلة. شيء ماني ندمانة عليه انه كنت شخصيتي قوية كنت كتير واثقة من حالي وكنت ما بسعى ابدا لارضي حدا. هالشي كتير فخورة بي. كمان لما احط شي في راسي بدي اوصل. فهالشي فخورة كتير فيه انه انا كنت في سن يعتبر صغير وانا بهالشخصية. بين عائلة صح؟ على قد ما كنت كتير عائلة وهالشي كتير صحيح. بس كنت كتير صداقة بريئة ما بينه وبين الشباب هيك وطفولية. فكنا بنلعب هيك في الساحة تبع المعهد. كنا بناخد شيء هيك البلاستيك ونحط فيه الفلفل الأحمر ونضرب بعض. كنا هيك بنرمي على بعض وبنركض. ايه والله كتير شقاوة. كنا كتير شقيين بس بطهارة ونظافة وبراءة.
بدي أقولكم إنه هاي المرحلة أهم مرحلة بحياتكم. أنتوا الوحيدين تخلوا هاي المرحلة تكون أفضل مرحلة أو أسوأ مرحلة. إذا حسيتوا بضغوطات نفسية روحوا احكوا لميرا أو روحوا احكوا لحدا كتير قريب منكم، الماما، حدا أنتوا تكونوا مقربين منه ترتاحوا له، أو ميرا يعني عادي. إحنا أسرة مع بعضينا وأنا أختكم الكبيرة اللي بنصحكم دائما. انصحوني مرة يعني، انصحوني مرة. لكم شي تاني، ركزوا كتير على حياتكم، ركزوا كتير على حياتكم، طوروا من حالكم، طوروا، اقرأوا الكتب، كلوها أكل. ما تحبوش الكتب روحوا تعلموا شي يفيدكم في حياتكم، زي لغة، زي دورة في أي مجال انتم بتحبوه. هاي المرحلة اكتشفوا فيها ذواتكم، اكتشفوا مين انتم، شو بدكم. ما عندكش هدف ارسم هلا لحالك. والله العظيم، والله العظيم انا بقولكم هالشي وعم بسترجع ذكريات وقلبي عم ينطنط. بدي ارجع لهالفترة في حياتي، فترة بنكون كتير بريئين فيها. هالفترة بتكون عنا كتير احلام، كتير طموحات، ما عرفش شو. عيشوها بسعادتها، بضحكتها، بشقاوة. هي كانت تقريبا تجربتي مع الثانوية. بدي اسمع منكم انتو جيل الالفينات هلا اللي بتابعني، اكتبولي كيف تجربتكم مع الثانوية، شو التجارب اللي مريتوا فيها، هل في تقارب بينه وبينكم بين جيل التسعينات او جيل الالفينات. كمان بدي اعرف من جيل التسعينات اللي بتابعوني كيف كانت معكم الثانوية، شو اصعب فترة مريتوا فيها في الثانوية، وشو اكثر ذكرى لما بتتذكروه بتحسوا بالسعادة. عن جد بدي اعرف، اكتبولي. لا تنسوا انكم تتابعوني على الانستغرام لانه هناك بتواصل معكم كتير. اشتركوا في القناة اذا بعدكم ما اشتركتوا، وفعلوا الجرس لانه الجرس نفس اهمية الاشتراك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. دير بالكم مع حالكم، احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمانيا بيبي، سلامات يا هوا بسليما. صار فينا نبلش الفيديو. بس قبل ما نبلش الفيديو الفيديو